طلعت في جيل كله. طب انت عملت ايه يا كابتن ايمن وانت طلع على كابتن حسن وكابتن فاروق؟ انا ما لحقتش كابتن حسن، لحقت كابتن اول مره داخل اول تمرين كنت 17 سنه وحاجه، كنت بلعب منتخب، فحبوا يكملوا تقسيمه بيا يعني، فقال لك هات الولد اللي بيلعب في منتخب الناشئين ده يكمل معانا. فطلعت كملت معاه، فقالوا لي هتتمرن مع الفريق. رحت داخل بلبسي اتمرن، كان لسه بقى السنه اللي قبل ملعب، كان حسن شحاته لسه، كابتن حسن كان لسه في الملعب، وكابتن فاروق وكابتن بقى محمد صلاح ده باك رايت عبقري، محمد صلاح ده من العباقره، وعادل مأمور ده كان جول كيبر ما جاش لحد دلوقتي زيه، عادل مأمور ده. ف دخلت بقى بكل متعود، ما انا متربي جوه الزمالك، انت بتتكلم واحد 8 سنين كان كابتن فرقه تحت 8 سنين، عمري ما كنت غير كده جوه نادي الزمالك. في داخل الاوضه يا ابراهيم، فلقيت كابتن حسن شحاته كان واقف على الباب هو ومحمد صلاح ده، اهلا ازيك يا كابتن ايه؟ قلت لهم لا هتمرن معاكم النهارده، لا اقلع في اوضتك وتعالى اتمرن معانا. عادي ما عنديش نفسيه معقده. دخلت الاوضه بتاعتي ورحت الفستير الكبير او الاوضه الكبيره بتاعت الفيرست تيم، حضرت المحاضره والمكان اللي هلعب فيه وهو الكلام، ونزلنا لعبنا الترايل ماتش او التقسيمه بتاعتنا. رجعت بعد الماتش على اوضتي بقى اخد شاور او اخد يعني لبسي ما لقيتش حاجتي، بنادي يا رمضان هدومي راحت فين؟ قال لك لا ده كابتن حسن شحاته وكابتن محمد صلاح جم خدوهم وحطوهم جنبهم. فرجعت الاوضه الفرستين لبسي فين؟ فلقيته محطوط وسطيهم وبيقولوا لي لا ده انت هتبقى لعيب كبير، انت تقلع جنبنا احنا ما تزعلش مننا. بص حركه في منتهى الشياكه. لا عيله. هو لما تيجي تتكلم صناعه العيله دي كلمه ازاي يحتووك ويدخلوك في وسطيهم يعني؟ كان معانا بقى الكابتن احمد رفعت، بعد كده الكابتن ابو رجيله، كان كنت محظوظ ابقى رايح في اوضتي حلقه ماتش اهلي وزمالك ما ببصش في الورقه اللي متعلقه دي. وبعدين وانا خارج في لقيت بينادوا ايمن انت موجود نمره 18 اهو. فبصيت وانا 18 سنه يعني، بصيت قلت يس هقضي بقى وقت في الاوتيل واتدلع وبتاع. رحت وبعدين الساعه اتعشينا، وبعد كده لقيت الساعه 10 الباب بيخبط، فبقوم افتح ومعايا طبعا هشام هيكن اللي كان معاك اللي بوظ لك الحلقه اللي بوظ لك الحلقه بتاعتك. فهشام هشام ده عسل. هشام اول لما حد يخبط يروح يعمل نفسه بيشخر ونايم. ايمن مش قادر. الله يا ابني احنا جايين معسكر ضيوف شرف.